خير يا صفية. أصلي إيه مالك؟ حصل حاجة في مقابلتك مع رئيس الوزراء النهاردة؟ لا أبداً، مفيش جديد غير إن السلطان بيحتضر. المهم كنت عايز تكلميني في حاجة. لا أبداً، أصل أختي اتصلت بيا في التليفون. أنت اشتريت قمح من جوزها؟ أيوة، اشتريت 300 أرداب وبعت له 50 جنيه. أصلها لمحت لي إنه عايز بقية فلوسه قبل التسليم. يا ريت صفية تكلميها تقول له يعجل شوية لغاية ما نستلم الكمية يكون ربنا فرجها. بقول أدفع أنا وبعدين أبقى أخدهم منك. أنت عارفة إن أنا رافض المبدأ ده. يعني لما يبقى ليا عندك فلوس ولا عليك لجوز أختي وبعدين أنا هاخدهم. خلاص، مش عايز قمح. هقول للناظر بكرة يفضها. يا سعد، أنا عارفة إن دين البنك الأهلي يستحق بعد يومين. ما تحملش نفسك فوق طاقتها. صفية، الزراعة والبيت مسؤوليتي أنا. الكلام في الموضوع ده انتهى. ايه الاخبار يا باشا؟ خير، اتفضل. في اشاعة بتقول ان الانجليز اتصلوا بالامير عبد المنعم ابن الخديوي عباس حلمي المعزول في الاستانة، بيقولوا انه ممكن يجي في اللحظة الاخيرة بدل الامير فؤاد. لا صحة اطلاقا لهذه الاشاعات. انا عارف مصدرها. حصلت مخابرة بين الانجليز وبين الخديوي السابق عباس. عرضوا عليه انه يتنازل عن عرش مصر هو واولاده في مقابل حصوله على 25,000 جنيه سنويا، وانه يعترف بولاية السلطان حسين ومن بعده طبعا من اختياره، لكنه رفض واعتبر ان ده اهانة. الكلام ده متأخر يا حسين باشا. الانجليز دلوقتي ما يهمهمش رفض عباس حلمي او موافقته. هما للأسف خلاص ربطوا مع احمد فؤاد اللي ابتدى يتصرف وكأنه سلطان فعلا. والمحزن مش لاقي حد من الجمعيات التشريعية يقف معايا. عن اذنكم. الو، السراي تحت امره. ايه رايك يا سعد باشا؟ انا قررت ما اشتغلش مع حسين باشا تاني. ليه يا باشا؟ ضعفوا امام السراي والانجليز بقى شيء لا يحتمل، ومع اسلوبه ده لو تولى فؤاد هتبقى كارثه. الكارثه مش في حكومه او رئيس وزراء ضعفه، الكارثه ان الانجليز هم اللي بيقرروا مصير الامه، بيحددوا مين يقعد على عرش مصر وفق مصالحهم. لا حول ولا قوه الا بالله. مع السلامه. خير يا حسين باشا؟ السلطان؟ لا، بس الحكم قالوا انهم فقدوا الامل. اهلا يا عمر بيك. ها، في اخبار جديده؟ السلطان حالته بقت اسوأ. الدكاتره هيباته النهارده معاه في اوضته. واضح كده ان الليله مش هتعدي عليه. خساره. لا خساره ولا حاجه. اللي تخاف منه ما يجيش احسن منه يا سيد بيك. لا لا لا، بيتهيألك. انا اعرف الامير احمد فؤاد كويس. وانا كمان اعرفه كويس جدا. انا خدمت معاه سنتين في الحرس السلطاني. المهم سيبك من الكلام ده، قول لي اخبار حبيبتي القلب ايه؟ نازلي؟ هدي بقى الحاجه الوحيده اللي بتخليني اعرف اتنفس. وجودها في الدنيا هو مصدر سعادتي وبهجتي. شفتها النهارده؟ كانت عندنا الظهر. كلمتها؟ لا، ما قدرتش. ما قدرتش؟ انت هتفضل ساكت يا سعيد بيك لغاية ما تبص تلاقيها اتخطبت منك. شوف، اعمل زي اول ما بشوف واحدة وتعجبني اروح داخل عليها على طول بطريقة عسكرية تشريفاتية، فورا تروح مسلمة. بس نازلي حاجة تانية يا عمر بيك. نازلي غير اللي انت بتتكلم عليهم دول. نازلي وردة لسه ما فتحتش، حاجة كده زي نجوم السماء
محدش يقدر يطولها إلا فارس بحصان مجنح. ويا ترى هي حاسة بإحساسك ده؟ أهو ده اللي نفسي أعرفه. تليفون يا سعادة الباشا. ألو. أيوه يا سعيد. ايه يا باشا؟ عظمة السلطان حسين كامل توفاه الله من ربع ساعة. ربنا يلطف بيك يا مصر. معقول الكلام ده؟ انتي ايه اللي فكرك بحاجة عدى عليها اكتر من 15 سنة؟ ايه؟ مالك؟ اراهنك انك تفكري انك لو لسه زوجته كنتي هتبقي عظمة السلطانة. ندمانة انك انتي اللي طلبتي الطلاق؟ بالعكس، انا عشت معاه اسوأ ايام حياتي. انا اتجوزت مفلس، ما حلتوش ولا حاجة. تصوري، ضحك عليا لحد ما عملت له توكيل عام لإدارة اعمالي كلها، وبعد اسبوع واحد من الجواز كان بيرجع لي كل يوم قرب الفجر واعرف من الكلاب انه خسر الاف الجنيهات من اموالي على ترابيزة القمار. ولما حبيت ألغي التوكيل حبسني وعذبني لحد ما كلمت الأميرة عين الحياة تشتكي لي الخديوي عباس حلمي. كمان أخوكي البرنس في الدين ماسكتش، مش راح له كلوب وضربه بالرصاص قدام الأمراء والبشوات وطلقك وهو بيتعالج في المستشفى؟ بيقولوا إن الرصاصة لسه مأثرة على صوته لحد دلوقتي لأنها جت في زوره. كل ده من ولي العهد الغبي. في بني آدم يتنازل عن عرش أبوه؟ في حد ما يتمناش يبقى السلطان؟ أنا عايز أبتدي حكمي بداية صحيحة حسين باشا، وده حيكون بعزل الموظفين الفاسدين. تقصد مين عظمتك؟ تحت إيدي تقرير بيتكلم عن سلوك إبراهيم فتحي. اللي كاتب التقرير ده عبد الله أباظة باشا، بيشكك في سلوك إبراهيم فتحي وفي ذمته المالية وإطلاق إيد المقاولين الإنجليز في أعمال الوزارة. عظمتك، تقرير واحد لا يكفي، خصوصا وأنا على علم بالخصومة اللي بين عبد الله أباظة وابراهيم. ده مؤكد بالأدلة والبراهين حسين باشا. تسمح لي عظمتك اطلع عليها واكتب لعظمتك تقرير عن المسألة برمتها؟ عموما انا عايز لجنة للتحقيق. ها، عملت ايه في موضوع الجمعية التشريعية؟ عظمتك، الجمعية التشريعية لا يمكن تجتمع لحلف يمين لسببين. السبب الأول إن معظم أعضائها سقطت عضويتهم وتم حلها بقرار من وزير خارجية بريطانيا، يعني لا يمكن تجتمع إلا بقرار منه. السبب الثاني ساعد اللي حسين باشا، إحساسي بيقول إنك مش قادر تترجم أسلوبنا في إدارة البلاد إدارة صحيحة. كلنا في خدمة عظمتك يا مولانا. مع السلامة حسين باشا. شكرا مولانا، شكرا. حسين رشدي باشا رجل مسن
وبيقول لي في نادي محمد علي انه عنده زهد في الوزارة. آدمي باشا. شكرا عظمة السلطان. وإيه كمان؟ أنا عرفت عظمة السلطان إنه استولى على أرض في الفيوم كانت تخص حرم صالح باشا، وكتبها باسم نسيبه كامل تيمور. إيه أخبار زغلول يا أمين باشا؟ تقصد عظمتك؟ أنا بسألك عن أخباره. سعد زغلول عاوز الأوقاف يا عظمة السلطان، بس هو رجل مستقيم وممكن يقف ضد الإنجليز في الفترة اللي جاية. أنا فعلا محتاج لحد يخفف من ضغطهم على السرايا، خصوصا الأيام اللي جاية. أنا عاوزك تخلي زغلول يطلب مقابلتي، فاهم؟ هو اللي يطلب مقابلتي. خد بالك يا سعد باشا، امين يحيى جاي علينا. ليه يجي اما نشوف ايه اللي عنده؟ اراهنك يا كم باشا هيقول لنا احنا الثلاثه مترشحين للوزاره الجديده بامر السلطان. او هيقول لك انه كان بيتعشى معاه امبارح وقال له على أسرار خاصة جدا. بونجور يا باشوات. بونجور يا باشا. ازيكم؟ الحمد لله. وهنيك يا سعد باشا، ألف مبروك على الوزارة. شو قلت لك؟ تقصد يا أمين إن السلطان قال لك إنه حيعفي وزارة حسين رشدي؟ أنا أقصد يا عادل باشا إن التعديل الوزاري، وده كلام بيني وبينك وفي سرك يعني، سيشمل وزارة الأوقاف وزارة الزراعة ويمكن المعارف. كلام في سرك يا باشا؟ احنا عارفين الكلام ده كله. ما تصبر عليا يا مالي عبد العزيز بيه. اللي انت ما تعرفوش بقى ان سعد باشا هو اللي هيشغل منصب وزير الأوقاف ويمكن انت المعارف. الحقيقة انا مش هستريح في الأوقاف يا باشا. الأجانب مسيطرين عليها، لا هم هيريحوني ولا انا هريحهم. يعني هي كانت المعارف يا باشا اللي مش مسيطرين عليها؟ وعلى العموم احنا يهمنا الان الاوقاف، لان ابراهيم باشا فتحي سايبهم يرتاعوا فيها. الفضائح بتاعت الصفقات اللي رايحه للمقاولين الاجانب دي اصبحت على رؤوس الاجهاد. وكلام بيني وبينكم يعني في سركم كده، مش عاجب الكلام ده عظمة السلطان. يعني السلطان فعلا هيفصل ابراهيم من الاوقاف؟ ده كده هيصطدم بالمندوب السامي في اول حكم. مفصول يا باشا مفصول، ابراهيم باشا فتحي مفصول. ما اظنش يا امين، المندوب السامي مش هيرضى لانه راجلهم. مستر وينج اتبعت جواب للندرة بهذا المعنى، واحنا في انتظار الاجابة عليه. بس هل تعتقد يا باشا ان الانجليز هيوافقوا على تعيين سعد باشا في الوزارة؟ جيت للصراحة يا سعد باشا، انت عايز المنصب. ما احنا قاعدين اهو يا ياكن، الجماعة التشريعية الانجليز معطلينها والسلطان متضامن معها. سنة كمان وعضويتنا هتسقط، يبقى كلام في سروكو يعني. لو الوزارة جت لا لا لازم تقول لا يا سعد. يعني انت رأيك كده؟ طبعا وزارة الزراعة ما تناسبكش. بالنسبة لوزارة الأوقاف، الإنجليز مش ممكن هيستغنوا عن إبراهيم باشا فتحي، لأنه ماشي مصالحهم على حساب مصالح الناس، وهم بيحبوه برغم كراهية السلطان ليه. عموما حسين باشا بيأكد لي إن في مفاوضات بين مستر وينجت والسلطان على فصل إبراهيم فتحي لشيوع صفقاته المشبوهة وثرائه على حساب الأملاك العامة، وبيقول إنه أراد يرضي الإنجليز فحاول يضرب مصالح السلطان في الواحات والصعيد، مما أوغر صدر السلطان ضده. لعب على الأقوى زي معظمه. عموما حسين بيقول لي إنه المندوب السامي بعت لحكومته في أمر تعييني، وهو السلطان بعت لي هقابله ونشوف موقفه إيه. إن شاء
مش عارفة، أنا مش مستريحة أبدا لمقابلة السلطان دي. وأنا برضو مش مستريح. التاريخ اللي بيني وبينه لا يدعو للتفاؤل. المهم اشتري منه وامسك أعصابك مهما حصل. شكله معاك يا رتيبة. يا سبحان الله، بيلف يلف ويجيلك. طب أعمل إيه؟ وهي اختاري وقت وياريت تبقى الشايب. ربنا يستر. الشايب؟ طب حاضر، هاجي بادي سيدي اخد انهم الشايب. الشايب هي انا خلصت. الشايب شكله كده هيفضل معاك يا نظري، الا اذا سعيد عمل شهر كالعادة. ابدا والله، انا كل مرة باخد منها الشايب بتبقى صدفة. صدفة؟ ده انت خدته من ايدها 4 مرات قبل كده عشان ما يتحكمش عليها. سيبك منها يا سعيد، اختار ورقة. حاضر هاخد دي. مش دي يا سعيد، يا سعيد مش دي. غصب عني والله، الشايب شكله بيحبك وعاوز يفضل معاك. وحان وقت الاحكام على نظلي. اتفضلي يا هانم، كل واحد فيك يقول حكم واحد بس يا اشرار. نبدا بسعيد. حكمي يا ستي حكمي. شوفي يا ستي، شايفه المايه دي؟ حط صباعك فيها وعصي وشك 3 مرات. يلا. ايه ده ايه ده يا سعيد، هو ده برضو يبقى اسمه حكم؟ قومي يا نظلي لفي حوالين الترابيزه دي 10 مرات لحد لما تدوخ. ايوه ايوه ده حكم كويس. طيب انا هنفذ طلب سعيد الاول. حطي المهلبيه وما تقومش من الشباك لما تشوفي عربيه الباشا. حاضر يا هان. هيا يا ولاد ما تضحكونا معاكم. اصل نظري شالت الشايب زي كل مره يا نينا. ازيك يا نظري كده برضو؟ 3 ايام ما تجيش ولا اشوفكيش. اصلي كنت تعبانه شويه، بس حضرتك وحشتيني قوي. سلامتك يا حبيبتي. ايه مالك تعبانه ازاي؟ ابدا شويه برد. لازم فردوس ما غطتكيش كويس. انا هكلمها في التليفون واقول لها كلمتين ناشفين. المرحومه مامتك موصياني انا وهي عليكي. لا حقيقي هي ما قصرتش، انا لو بعرفش انام والاوضه شبابيكها مقفوله. قاعده غريبه قوي يا نزله. ما بطقش الضرب ولا الاوض المقفوله، بتخني. انا كل يوم بكتشف فيكي حاجه جديده يا نظلي. حاجه زي ايه؟ حاجه زي المهلبيه بجد. ممكن تسيبوني انا ونظلي لوحدنا شويه؟ حاضر يا نينا، انا فعلا كنت هستاذن لان عندي شغل مهم جدا. عن اذنكم. مش انا عايزاك. كلي مهلبيه يا نصر، دي حلوه قوي، انا عاملاها بعسل النحل. ميرسي يا نينا. كنت بقول لنازلي، صحيح الخبر اللي انا سمعته ده ان باباكي هيتجوز؟ ابدا خالص. ليه حضرتك بتسالي؟ اصل جول فيدان هان كلمتني في التليفون وقالت لي ان باباكي لمح لها بخصوص بنتها. انا كنت مع بابا في حفله جول فيدان هانم، وكل اللي قالوا ان رقيفة بنتها شخصية رقيقة، كلام عادي يعني. وحضرتك عارفة بابا بطبعه مجامل للستات. بلدنا دي فيها الإشاعات أكتر من الحقيقة. أنا سمعت إن الباشا مرشح لوزارة الأوقاف، وإن المندوب السامي مستر وينجت بعت ياخد موافقة الحكومة البريطانية في أدنبرا. فعلا حرم حسين باشا رشد رئيس الوزراء أكدت لي ده، بس أنا الحقيقة ضد ده لأنه حيفقد حب الناس ليه بعد ما رشحوه للجمعية التشريعية. اسمحي لي يا نينا، أنا شايفة أنه لما يبقى وزير الناس هتحبه أكتر لأنه هيدور على مصالحه. أخيرا جيت تبارك لي. عموما أنا متشكر على التهنئة ولو انها جت متأخرة. كرسي السلطنة تابعة ومسؤولية جسيمة، أدعو الله أن يهدي من يصلح لتحملها. تهنئة الباشا مستفزة يا عمر، مستفزة. يقصدش عظمتك، ده حتى هو اللي طلب يجي يهني مولانا بنفسه. ما حصلش حاجة تستاهل غضب مولانا. ده حتى عظمة السلطان كان بيفكر يغير وزارة حسين رشدي ويعين سعد باشا وزير في الوزارة الجديدة. تحب تبقى وزير ايه؟
وزير المعارف ولا وزير الأوقاف؟ أنت نفسك تبقى وزير المعارف، بس أنا مش حدها لك، هدي لك الأوقاف، فلوسها كتير وعطيانها كمان، وعشان ما تكررش المشاكل اللي كنت بتعملها لما كنت أنت وزير المعارف وإحنا رئيس مجلس إدارة الجامعة. لا، أنت كنت بترفض توقع على طلبات الصرف ليه؟ علشان كان بتروح الأول لدانلوب المستشار الإنجليزي، وعظمتك عارف إن أنا كنت رافض تدخله في التعليم المصري. لا لا، مش بس كده، عشان أنت مغرور، كنت بتشتمني، تقول علي فاسد ومستهتر، وتشتكيني للخديوي والأخوي حسين، ورفضت تسلم علي لما هو حاول يصالحنا. عظمتك مستدعيني علشان تصفي حسابات الماضي، ولا علشان تعرض علي وزارة أنا ما طلبتهاش؟ فلاح عنيد ساذج، فاهم ان مصر هتبقى دولة مستقلة بطريقتك انت والبشوات الفلاحين اللي معك. مصر دولة مستقلة رغم الاحتلال، من ساعة رفع السيادة التركية عنها وهي مستقلة، والشعب لن يسمح ببقاء المستعمر بعد الحرب. لكن المصيبة في نظرة الحكم للاحتلال ومدى قدرته على التعبير عن إرادة الشعب. وهم كبير انت عايش فيه، وشعارات جوفاء، جمال الأفغاني ومحمد عبده وعرابي نفس التركيبة، فمين ان الشعب الاعزل هيتغلب على بريطانيا العظمى بالهتافات والمظاهرات؟ تعرفوش تقروا الواقع ولا تعرفوا تتعاملوا معه. اسمع، لو عاوز تتعاون معنا اديلك الوزارة وتعيش بقية حياتك تحت رعايتي وبقرتي، مش عاوز جنبك على جنبك، وبطل تعيش الناس في الأوهام والخيالات. تفضل. وصل يا هاني. الحمد لله على سلامتك. انا اسفه اتاخرت شويه عند اختي،
اصلها مسافره بكره اسكندريه قضوا اجازتهم الثانويه. مالك يا سعاد؟ انا تعبانه يا صفيه، هاتي لي الدواء اللي في المكتب. الف بعد الشر عليك. وشك مخطوف وديك بتترعش يا لهوي. ده انت سخن. لا انا هروح اكلم الدكتور على طول. استني بس يا صفيه، ما تتخضيش كده. انت عارفه انك لتاني مره خلال اسبوع واحد بتقولي كلمه من بتوعنا؟ الاول ابويا ودلوقتي يا لهوي. لا انت بتحاول تضحك عشان تطمني عليك. انا لازم اكلم الدكتور. تعالى يا صفيه اقعدي جنبي. في ايه بس يا باشا؟ انا تعبي نفساني يا صفيه وعارف علاجه. في حاجه حصلت عند السلطان فؤاد زعلتك صح؟ فؤاد ضربني تحت الحزام يا صفيه، كان بعت لي علشان يصفي حساباته القديمه معايا. وانت سكت له. انا عارفه انك تعبان عشان ما قدرتش ترد عليه الرد اللي المفروض ترده. اكيد ما ادالكش فرصه وعشان كده انت حاسس انك ما خدتش بظهرك. صح يا صفيه، هو تعامل بقذاره، ما كانش حوار انداد. عارفه لما عيل يضرب راجل فجأة بطوبة في الشارع ويجري؟ هو عمل معايا كده. يا حبيبي يا سعد، كبريائك انجرح وصعبة عليك نفسك. بس أنا ما سكتلوش، أنا قلت له كلام جارح استفزه، وقلت له أنت بتعرض عليا وزارة أنا ما طلبتهاش. وبتقول ما خدتش بطارك، ده أنت رديت له القلم 10. في حد يقول كده للسلطان؟ يا راجل ده تلاقيه هيموت منك دلوقتي. اسمع بقى، انت تقوم تنام وتستريح ولما تصحى نبقى نتكلم على رواقه. يلا. ايوه انا فعلا لا ما ياخده حد اللي عندنا حاجه. لا انا هقوم اسيبك. خلاص اقعد اقعد مش عاكس اقعد. مش فاهم يا اخي انت هتفضل كده لغايه امتى؟ ما تقول لابوك يجوزك تاني. وغلاوتك طلب مني الجواز، انا اللي مش موافق. انا عاشق حياه الطير اللي بيحطه كل شويه على شجره. قول لي انت مش شاعر وبتفهم في المشاعر؟ ما تكتب حبتين شعر كده عن حالتي. يا سلام، هو ده بقى الشعر. يا بني ادم الشعر احساس قبل ما يبقى كلام يترص. لما القلب يحس ينبض، ولما يحب يرقص، ويبقى الكلام طالع زي ريحة الزهور. ليزا تعالي اقعدي معايا، عايز اتكلمت معاك شوية. خير يا اخويا. تريزا انت عارفة ان انا جريجي، يعني انا غريب مش من بلد دي. ولازمته ايه الكلام ده يا توني؟ لازمته انك بتشجعي ابنك يعمل زي ولاد بلد، وده شيء مش يجيبني انا. وهم ولاد البلد وحشين؟ الواد لما يتودك ويعرف مصلحته فين يعرف يعيش. ولاد بلد كويسين، كويسين كتير، بس استيفانوسيوس ابني غير. اسمع يا توني، انا مصرية وبنت بلد، وانت لما اتجوزتني كنت عارف ده كويس، ولا هنرجع للموال القديم لازم اخدك انت وابنك ونرجع لليونان؟ مش نرجع تاني للكلام ده. بس ايه؟ لازم تعيش زي أهل البلد دي، وعلى رأي جوحة بلدي اللي فيها لقمة عيشي. وإذا كنت مش قادر تعيش في البلد دي يبقى ما تحكمش على ابنك يعيش في غربة في البلد اللي حيعيش فيها طول عمره في وسط ناسه.
هيش في وسط ناس اللي بيقولوا له يا خواجة؟ انت اللي راسك ناسف مش قادر تفهمي، ومش هتفهمي الا لما ابنك يموت بالنبوت ولا بسكينة. ليه يا اخويا كفل الشر؟ وانت شايفه شضلي ولا بيقول شكل للبيع؟ ابنك الرب يحميه عاقل وناصح، ولازم يعرف ياخد حقه بدراعه زي اخواله وزي الشباب اللي في سنه. اسمع يا توني، اوعى تعامل ابنك على انه نغة وبيبي وفي اللفة. تريزا انت ساكلك مش سمام وانت بتزعقي. انا ما صدقت انه الدردح يا اخويا، ولا انت عاجبك لما كان صغير وبيرجع يقول للعيال زفوني وبيزعلوا معاه؟ لا انا ما احبش العيل الخيخة. ده الواد الحيلة اللي طلعت بيه من الدنيا. خلاص انت خر. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا خواجة. ما قلنا بلاش يا خواجة دي. ما انت شعرك اصفر وعينيك زرقاء تبقى خواجة. امال اسم الكريم ايه؟ ستيفانو انطونيادس ومعروف بالستيفانو. طيب ستيفانو تبقى خواجة اهو. وبعدين بقى يا احمد رد على الجدع كويس. يوبا ما يا اسمعها مالك. الله بقولك يا ستيفانو، احنا لينا شلة شباب عتر ومجدع بنتقابل كل ليلة هنا على القهوة. ابعد جايز تعجبك قعدتنا. خلاص بقى يا ستيفان. ماشي يا عم احمد، بس على شرط ما تقوليش يا خواجه تاني. واجب. السلام عليكم يا جماعه. سلام ورحمه الله وبركاته. بعد السلامة يا خواجه. تاني الله. يا سلام عليك يا احمد، خدني معاك يا خواجه. ارض احفظي معليكي، مش وش علينا والنبي احنا غلابه. يوه جرى ايه جدعان؟ تقاطرني من الصبح في ايه؟ اجي يمين تيجي ورايا، اجي شمال تيجي ورايا، في ايه؟ حمايه عشان محدش يبصلك كده ولا كده. ده انا كنت اخرق عينه. طب وامشي بعد كده يا حسس. كنت اقطع ايده. ولو رايت بالحلال اخد بايده. انا دايب والهوى رماني. شخشخ يا حلو جيبك. طب واللي ما حلتوش؟ يبقى ما يلزموش. ما عطلكش. سلام يا معلم احمد. سلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل تعال نص جر كرسي اقعد. عامل ايه؟ تعبان تعبان قوي يا معلم احمد. خير؟ القواضي خلصت من اسم السيده؟ عمال الف من صباحيه ربنا على كعابي لما دابي. ليه كف الله الشر؟ ايه المأمور الانجليزي عايز يعرف مين كان موجود في الخناقه اللي حصلت هنا من كام يوم. لا كان في خناقه هنا في الحرس. امال ايه؟ خناقه كبيره قوي قوي قوي. محدش قال لك ولا ايه؟ لا محدش قال. اهي المشكله بقى يا معلم احمد، ان كل ما اسال حد يقول لي ما كنتش موجود. ودينا من صباحيه ربنا عمال الف على كعابي لما دخت. ربنا يدوخه زي ما دوخني. وانت المأمور مدوخك؟ وانا اللي مدوخني الأمور. بتقول حاجه يا معلم احمد؟ بقول سلامتك. اتفضل اتفضل، شايك وقهوتك. شيش هلا. بالاذن اخطف رجلي مشوار قريب وارجع لك. مش عوه مع الف سلامه. هدي الخطاوه جميل، احنا بعدنا. وقف بقى نقول كلمتين. ابعد عني، انا زعلانه منك. اعطف يا جميل، يكفاك دلال. راضي العين بنظره، هني القلب بالوصال. تبنا الى الله. الصد اللي يا بدر في علاه عشان خاين وغشاش. قطع لسان اللي يقول كده. وبعدين بقى في الكلام اللي زي الزغد وضرب الرصاص ده. زوبا بنت خالتي قالت لي انك ماشي معاها وكل يوم والتاني تنط على سطحهم وتسهروا مع بعض. فشر في اصل وشها، انا معرفهاش. بعدين ايه حكايه تنط دي؟ تلاقيك يا هبله انت اللي حكيت لها حكايتنا. البت ضحكت عليكي وقلفت لك الموال ده عشان تزحلقك وتطلع هي بالبيع. دي غلبانه وعمرها ما كتبت عليا ابدا. ما الخوف ما يجيش الا من الغلابه دول. صحصحي معايا، انا البت اللي احبها تبقى نغنوشه روشه كده زيك يا قمر. ما ترفعي اللي على وشك ده بالصلاه على النبي، خليني اشوف الحلاوه الرباني دي. انت بتضحك على عقلي وبتاكل بعقلي حلاوه. وعد يا وعدي ما شاء الله. بقولك ايه، ايه رايك في قاعده كده في جنينه الاسماك؟ بيقولوا الجو هناك غرام. شايف الحنطور اللي هناك ده؟ تعال ننط فيه. اجري. وقضيت لك معاها النهار بطوله. زمان ابوك قلب عليك الدنيا. ما يقلب يابا. الله، الراجل عايز يربطني في القهوه النهار والليل. الله، انا ما بحبش الرابطه. انت فاكر اللي انت بتعمله ده حب؟
امال تسميها شعر؟ مش انا سعيد ومتهني ومبسوط اهو، يبقى حب فيه ايه؟ يا احمد الحب ده حاجه تانية خالص. انت شاعر اللي حبك شكل تاني، انت بتحب الكلام اللي بتقراه وتكتبه في الورق، حبنا احنا بقى هو اللي بحقه حقيقي. انت عارف يا احمد، في واحده بتجيلي في المنام ولما بصحى ما بتروحش عن بالي خالص. شفت الحب اللي بتحبه في الاحلام مدفوق بقى من خيالاتك، ده شاعر يا بني ادم. بقول لك واحده من لحم ودم، ارق من نسيم الصبح، وشها يا احمد زي القشطه الصبحه، ريحتها حلوه زي ما تكون مستحميه في كلونيا، حاجه كده من الجنه مش من الارض. وعد يا وعدي، ايه الكلام الجميل ده؟ ما انا برضو اللي بحبها مستحميه. مالك؟ يا سلام لو تحفظني كلمتين حلوين من الكلام الجميل ده اقوله في معاد بكره. يا نهار اسود، زمان الجيران سمعوا كل الكلام اللي احنا قلناه. بقول لك ايه، استيفان مستنين على قهوه، يلا بينا ننزل. والشاي؟ ما عنديش سكر الشاي نشربه عندك على قهوه، هغير هدوم واجي لك. فنديات ايه دول؟ شاي؟ والله ده الجيران كلهم سمعوا، احنا اتفضحنا والله اعلم. اسمع، انت لازم تتجوز وتتلم بقى. تاني قهوه؟ هنعيده تاني؟ وانت برضو ان شاء الله اللي هتختارها لي بقى. انا ما عنديش حق، اختارها انت بنفسك. صدقني يا خواجه ستيفان، كل اللي بنعاني منه سبب وجود الانجليز في مصر. بقول لك ايه يا عم ابو كاكولا، انت لا تقول لي مستر ولا تقول لي خواجه، انت شايفني بارتون قدامك ولا ايه؟ اهم حاجه غريبه والله العظيم. ايه بس يا ستيفان؟ طب كمل كمل، انا بس اتخض ولا لا؟ لا تغضب يا صديقي، بعد الرعده اللي انت رعدتها لي دي، ايه رايك بقى انا مش هخلف قاموسي خالص، لا خواجه ولا مستر، ومن النهارده هقول لك يا استاذ ستيفان. ها موافق؟ اهو كده كده انا احبك يا شيخ بدر. كنت بتقول ايه بقى؟ كمل. عندما يخرج انجليز من مصر كل شيء هيبقى عال وتمام التمام، من اول الملك والحكومه لحد الناس في الشارع. واحوال العمال كمان يا شيخ بدر؟ واحوال العمال كمان يا ابا خليل. يبقى لازم الانجليز يخرجوا من مصر. بس اسمح لي يا ستيفان، احنا نعرف ان ابوك خواجه يعني مستفيد من امتيازات الاجانب في مصر. اهدي بقى قلت منك يا ربيع افندي. قول لي ليه؟ لان اللي بيستفيد من الامتيازات الاجانب الكبار، مش واحد ميكانيكي على قد حاله زي بيسرع ليه اللي بيسرع الكل. ثم انا امي مصريه على فكره مش سيده، وبالتحديد من ورا سوق السمك جنب سيدي الحبيب. ايه رايك بقى؟ انا موافق استفان على كلامه يا جماعه، الكبار دايما هم اللي واكلينها ايا كانت جنسيتهم. يعني اكيد الكبار هم اللي ربطوا عمليه تعيين السلطان الجديد مع الانجليز. يا اخواننا لو ما كانش الانجليز شايفين ان السلطان الجديد هيحقق سياستهم ومصالحهم ما كانوش خلوه يبقى سلطان. انتوا ما قريتوش جرايد النهارده؟ ملك انجلترا انعم على السلطان فؤاد بنشان الصليب، والمندوب السامي عمل له حفله عشان يسلم له فيها النشان. بس هو مش قصده كده بس، ده قصده يقول له ما تنساش انك تحت الحمايه البريطانيه. لا انا اختلف معك يا شاعر يا رجيم، السلطان فؤاد جاء للسلطه حسب نظام الخدويه اللي وضعه ابوه اسماعيل، يعني جاء رغم انف الانجليز. وكمان ما تنساش ان الامير كمال الدين تنازل عن العرش. يا سلام، طب ما عينوش للامير محمد علي وهو اكبر في السن حسب نظام الخدويه زي ما انت بتقول. اسمع لي يا شيخ بدر، انا مش معاك، ربيع افندي كلامه مظبوط، هم ما يجيبوش الا اللي يقضي لهم مصالحهم. السؤال يا جماعه، مين الاقوى، السلطان ولا الانجليز؟ وهي دي محتاجه سؤال. الانجليز طبعا. السلطان قيمه وهيبه برضه يا جماعه، يعني حتى لو كان خارج من عبايتهم هيبقى برضه محتاج يبقى له كلمه مسموعه عشان خاطر المصريين. يعني سعد باشا لما رشح نفسه في دايرتنا مين وقف قصاده عشان يسقطه؟ اللورد كيتشنر، ومعرفش ليه. يومها الشعب هاص، سعد باشا اسمه بقى زي الطبل، يرعب الانجليز. وعشان كده قلشوه وجابوا مكانه زور للاوقاف اللي لا بيهش ولا بينش، يقولوا له شمال شمال يمين يمين. يعني باختصار يا جماعه، اللي ليهم صوت في البلد الانجليز،
ثم السلطان ثم البشوات ثم الأعيان. الله، معنى كده بقى إن ولاد البلد مالهمش كلمة ببلدهم. أهلا يا نص، شوية في الأمين. وقال ما تيجي يا نص تاخد لك دورين ضمنه.